مصر كان شكلها حضاري بنسبة الانتخابات اللي تمت خلال 3 أيام، وده بيبان الإيجابية عشان الأمن والأمان للتنمية في مصر. بالنسبة للمربى الصغير ده هو العصب بتاع الثروة الحيوانية في مصر، دي 85% من الأعداد موجودة عند المربى الصغير، فإحنا لازم نشجع المربى الصغير. والدولة خدت بعض القرارات، عملنا قرار وزاري بمنع ذبح البتيلو. طب عشان أنا أمنع ذبح البتيلو لازم أعمل مشروع البتيلو عشان أنمي هذه الثروة، ويمكن إحنا ابتدينا وخلصنا 3 مراحل ب 300 مليون جنيه. طبعا في ان شاء الله مراحل قادمه ان شاء الله. ايضا احنا مدخلين المشروع البتيلو مع السلالات اللي بتجيبها جهاز الخدمه الوطنيه عشان ننشر سلالات جديده عشان معامل التحويل بتاعها جديد. النهارده يمكن جاء في وقت كويس جدا ان احنا اصلا عندنا حمله التحصين الاولى للسنه دي هتكون في 10/4، وبالتالي دي فرصه كويسه جدا ان احنا معانا النهارده المعاهد البحثيه، معانا المربيين طبعا كمان، ومعانا الطب البيطري والانتاج الحيواني في كل مصر. فاحنا عايزين نتكلم ونتفق على منظومه. احنا عملنا كفرج او تغذيه للتحصين ب 80%، احنا لسه قدامنا الكتير وقدامنا الاكتر، وقدامنا نزود نسب التحصين علشان الامراض تقل. وزي ما حصل السنه دي الحمد لله كانت يعني الامراض قليله جدا بالنسبه للسنه اللي فاتت بالمقارنه علميا وبالاحصاء.